انا مثلا واحده مش بشوف تمام، هاجي عايزه حد بيشوف يوصلني، اقول لهم انا مش واثقه فيك. طب ما انت كده بيتعامل من خلال العالم بتاعه، هو دلوقتي لما يجي يثق فيا، لان انا كده كده اوريدي ببقى في الضلمه، انا كده كده بعرف اتعامل في الضلمه كويس جدا. هو مش هيعرف يتعامل، بالعكس هو فعلا المفروض يعني يثق فيا، لان انا ده العالم بتاعي، فهو اللي هيبقى غريب على العالم ده مش انا. ان انا عايز انقل قضايا ذوي الاعاقه من الجمعيات الاهليه، من المساعدات اللي بلا مقابل يقدمها المعاق، الى شكل مختلف، مساعدات جديدة. زي المثل الصيني ما بيقول علمني أصطاد السمكة، مش إن أنا ما تدينيش سمكة وعلمني إزاي أصطادها يعني. هنا نفس المبدأ ده أنا عايز أمشي بيه في قضايا ذوي الإعاقة، إن احنا نعلمهم مهنة، نعلمهم شغل.